الأستاذ أو الدكتور مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحل عشان نطمن منه أكتر على اللاعب ماجد هاني بعد ما سقط امبارح أثناء اللقاء. صباح الفل على حضرتك مرة تانية. صباح الفل على حضرتك وعلى كل المشاهدين، وبشكرك على المتابعه. والحقيقه كانت قناه اون تايم موجوده معانا في المستشفى، واحنا دلوقتي موجودين في المستشفى من امبارح. الحمد لله ماجد اتحسن بشكل كبير. الحمد لله. كان الخضه كانت صعبه شويه لانه هو فقد الوعي تماما في صحيح، الملعب. من غير اي تدخل، وده لا حقيقي يعني وقع قلبنا كلنا، وابتدينا بالظبط، نقلق على اللاعب، وسمعنا ان هو بلع لسانه، سمعنا كلام كتير جدا، سمعنا ان في هبوط في الدوره الدمويه، سمعنا ان في حاله اغماء. فعايزه حضرتك تشرح لنا برضو، اكيد اتكلمت مع الاطباء وعرفت الحاله الصحيه وايه اللي حصل بالظبط للاعب اثناء المباراه. هو الحقيقه انا لازم اشكر كل المسؤولين في نادي الجونه وكابتن حسن وكل الجهاز الفني اللي كان موجود، كابتن علاء عبد العال وكل المجموعه كانت موجوده، والمستشفى الجونه الحقيقه كانوا قاموا بكل الاسعافات الاوليه والاطمئنان على ماجد. يعني اول لما وصلنا وفضلنا معاه، فضلوا معاه لحد ما فاق واتكلم معانا وعملوا له الاشعاعات والتحاليل، ولكن هو ما كانش بلع لسان، هو كان في حالة فقدان للوعي كاملة، ودي لسه احنا مش عارفين سببها لغاية دلوقتي. امبارح اتعمل فحص للقلب وفحص للمخ، ولكن اللي هيتم النهارده لسه تكملة الفحوصات يعني بشكل أعمق على القلب بالذات علشان نطمن أكتر يعني، ونخرج من المستشفى غير واحنا مطمنين إن شاء الله. طيب، وفي اخبار ممكن يخرج النهارده ولا هيستنى لغايه بكره عشان يخرج؟ لا ان شاء الله ممكن النهارده بالليل ان شاء الله يخرج باذن الله. اكيد بنتمنى السلامه للاعب، وفي النهايه عايزه اقول لحضرتك هارد لك على الهبوط لدوري الدرجه الثانيه الف، وفي النهايه طبعا احنا اكيد بنتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف مره ثانيه فريق بلديه المحله في دوري الاضواء وسريعا باذن الله، واكيد تقدروا انتوا تعملوا كده. إن شاء الله بشكرك بشكر حضرتك جدا جدا، شكرا. دكتور مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة.